أول ظهور لنصرة الحربي بعد أن خلعت النقاب. قررت الممثلة السعودية نصرة الحربي أن تخلع النقاب بعد فترة على قرارها بالالتزام الديني وأن ترتديه وتبتعد عن الأضواء والشهرة. خلعت النقاب وظهرت من دون مكياج وبدت أصغر من عمرها، خصوصا أنها لم تضع مستحضرات تجميل على وجهها، إلا أنها حافظت على الاحتشام وظهرت محجبة. لم نعرف إذا كانت نصرة تود العودة إلى العمل مرة أخرى أو سوف تبقى عن الأضواء أو تبقى بعيدا عن الأضواء والشهرة. أما زوجها فهو عبد الله الخياط من رجال الأعمال السعوديين، وإنه أكثر الشخصيات المرغوبة في الفترة الأخيرة، وهو في الأربعينيات من عمره. تزوج نصر الحربي سنة 2018 تحديدا في يوم 13 من أيلول، وبعد أن أعلنت الفنانة نصر رسميا زواجها منه وهو زوجها الثاني. أقيم حفل زفاف نصر على عبد الله من خلال حفل بسيط للغاية، ولم يحضره سوى مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء. تجربة الزواج من عبد الله الخياط ليست تجربة الزواج الأولى للفنانة نصرة، بل إن عبد الله سبق زواجا آخر لكنه انتهى بالطلاق. نصرة الحربي من الشخصيات المشهورة في المملكة العربية السعودية ولديه عدد كبير من المتابعين. تعمل في مجال التمثيل وكذلك المجال الإعلامي. ولدت في المغرب لكنها تحمل الجنسية السعودية، لكنها أيضا من أب سعودي ولكن أمها تنتمي للمملكة العربية المغربية. تبلغ من العمر 33 عاما، وولدت ونشأت في المغرب لكنها عملت في المملكة العربية السعودية في الإعلانات. بعد ذلك انتقلت إلى التمثيل وحققت نجاح كبير.